مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات ليالي الحقيبة، وليلة أخرى نحملها في طيات حقيبة الفن من داخل دار فن الغناء الشعبي بأم درمان، ذات المنطقة التي احتضنت الحقيبة منذ أمد بعيد. هي ذات المنطقة التي تحتضن هذه الليالي الأم درمانية الخالصة من خلال أغنيات الحقيبة ومن خلال هذا الغناء الأصيل. خلونا مع بعض نتابع هذه الليلة ونتمنى أنكم تستمتعوا بها. يلا
جديد متابعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا، التحيه لكل اللي انضم لمتابعتنا من خلال هذه الليله من ليالي الحقيبه. سعيدين جدا بانه نلتقي بواحد من رواد وواحد من الفنانين رغم انه في ميول اخرى، يعني الدكتور الفنان عبد الله حمد. اهلا وسهلا بك دكتور عبد الله حمد. مرحب بكم ومرحب بقناه الشروق في اتحاد فن الغناء الشعبي، وتشريفكم لنا في هذا اليوم، واعتدنا على وجودكم معنا كل سبت في تغطيه احداث انشطه هذا الاتحاد الذي يهتم باغنيه الحقيبه. واغنيه الحقيبه كما هي معروفه لدينا مثلت رؤية انصهار خلينا نتكلم يا دكتور عن ردق النسيج الاجتماعي، يعني عموما من أغنية الحقيبة وكيف إنها هي كانت حاضرة في المجتمع وكيف عالجت قضايا يعني مهمة شديد يعني منذ الأزل وحتى الآن لا زالت بتعالج نفس القضايا. خلينا نتكلم عن النقطة دي تحديدا. أغنية الحقيبة في المجتمع الأمدرماني مثلت بوتقة انصهار لكل السودان بمختلف وجوده وسحناته وبيئته الاجتماعية العلمية المهنية، فكانت هناك أغنية الحقيبة مثلت نقطة التقاء مهمة جدا جدا للمجتمع السوداني، وعملت على تأصيل مناقب الأعياد وتأصيل كل ما من وضعه وشأنه، أن يحفظ للمجتمع السوداني إرثه ويحفظ للمجتمع السوداني عاداته وتقاليده. ونحن بصدد هذا نكرم في الاتحاد كل فترة نكرم رموز من الفنانين، قدام الفنانين وقدام شعراء الحقيبة ما تبقى منهم وحتى أبنائهم يعني بعد رحيلهم. يعني طبعا دي حاجة مهمة شديد، يعني الوفاء لأهل العطاء دي واحدة من الحاجات النادرة جدا في مجتمعنا السوداني والجميلة، واللي بتعكس كيف انه المجتمع يعني بيقدر الفنان سواء كان الفنان القديم او حتى اجياله القادمة. خلينا برضو نتكلم عن نقطة انه يعني يا دكتور اختلفت الحقبة الزمنية وتوارت، لكن لا زال أغنية الحقيبة حتى الآن هي حاضرة ولا زالت بمعانيها السامية، لا زالت بكلماتها بأشعارها بألحانها ببنيتها اللحنية بكل التفاصيل دي لا زالت حاضرة في المجتمع الآن. نعم، أغنية الحقيبة لا زالت حاضرة رغم أنه في الآن يشهد المجتمع السوداني دخول كم هائل من الثقافات التي لم نعهدها وهي دخيلة، ونحسب أننا نحن في هذا الاتحاد أن تكون دي نواة لوصال الأجيال ورتق النسيج الاجتماعي مما أصابه من وهن وضعف. وبإذن الله تعالى عندنا مقترحات بقيام مهرجانات لشان تكون في أنشطة لاستيعاب الأغاني الممتازة التي يجب أن تكون وترقى لمستوى ما ورثناه من غناء الحقيبة وفنها الأصيل الباقي الخالد معنا إلى يومنا هذا. باعتبارك واحد من رواد ومحبي يعني أغنية الحقيبة أو فن الغناء الشعبي بصورة عامة، ما ينقص هذه الساحة هذه الأيام؟ والله ما ينقص هذه الساحة الفنية لهذه الأيام هو وجود مهرجانات. المهرجانات دي بتدي مجالات عدة في ملحنين وشعراء ومغنين لديهم أغاني وكلمات ذات قيمة عالية جدا، بيد أنها لم تجد طريقها، وذلك لضعف الإنتاج. وضعف الإنتاج المقصود به الإعلام في حد ذاته، يفترض على الإعلام من محطات فضائية أن يتيح المجال بإعطاء أصحاب الحقوق الأصيلة إذا هناك فنان عنده غناء داير يسجله، يعني يمنحه يعني حقه وحق فرقته وحق الملحن وحق الشاعر وديل أصحاب الحق الأصيل. ده بيساهم في أنه ينشروا أغاني ذات ميزة وجودة عالية. شكلها إدارة أعمال كده بما أنه الدكتوراه في إدارة الأعمال، فشكلها دي إدارة لأعمال الفن الشعبي.
شكرا لك كثير يا دكتور. الله يكرمك وشكرا لكم، وسعيد بوجودكم معنا ان شاء الله. تحية لكم كمان متابعينا ومشاهدينا، وما كنتم مستمرين معكم لسه خليكم معنا. الحقيبة ظلت حاضرة لفترات زمنية طويلة بأصوات نسائية يعني متميزة. نحن سعيدين جدا أنه في المساحة دي نلتقي بواحد من الأصوات النسائية اللي أطربتنا تطريب عالي من خلال المساحة الماضية. أهلا بك الفنانة الجميلة والواعدة رماز ياسر. أهلا وسهلا بك. تسلم إن شاء الله. مرحبا عليكم. السلام. طبعا دعمك الكبير شديد أن والدك يكون جنبك صح؟ مرحبا بك أستاذ ياسر، ومبروك كمان لتميز رماز. يعني عليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خير، جزاتكم ما قصرتوا على رعايتكم ووقفتكم معه. مع أنه بيقولوا زامل الحي لا يطرب، شكلك أنت انطربت بصوت أول بعد كده قدمتها للناس. صح والله، الحقيقة صوتها حلو، عشان كده أنا ما داير أحرمه من الحاجة دي، بالنسبة لأنه بتأدي أداء جميل جدا، وبعدين بتغني غنى سمح جدا، غنى حقيبة وغنى راغي وغنى مسموع لدى الناس، وحاجة جميلة يعني. رماز شكلك كده سمعتيه من البيت بعد كده مشى فيك حبه، ولا من وين جاك انك انت تحبي أغنية الحقيبة تحديدا وبعد كده تغنيها؟ من أبوي والله، كنت بسمع منه أغاني كثيرة يعني، وقف معاي ودعمني الحمد لله. ما جاتك رهبة انه انت يعني كون انك تغني اغنيات حقيبة دي حاجة كبيرة شديد وممكن تكون عندها يعني كثير من التأثير في وجدان الشعب السوداني ككل، ما خفتي من الحاجة دي؟ لا والله ما خفت، يعني كنت بسمعها عند ابوي كثير، عندي لابوي واتخالته طوال رشيد المكي، ربنا يديه الصحة والعافية. اكثر الاغنيات اللي بتحبيها شنو؟ عند أبوكي كان بيغنيها؟ والله أغاني كثيرة طبعا. خلتك كده تحبي الغنى الشعبي بصورة عامة وبتدندني بها لما تكوني في البيت؟ والله يا هالأغنية اللي أنا ظهرت بها كنت بحبها شديد، عطوا علي يا ريم. طبعا ده بالنسبة لك شارك يا أستاذ ياسر عشان تدينا منها مقطع. تديك رماز افضل، انا عاوزين نسمعها منك انت بعدين نشوف رماز هتدينا شنو، لكن تدينا اول حاجه المقطع الالهم رماز لانها هي تغني. رماز بتحب احطب عليها يا ريم، لكن انا بحب وصف الخنتيله. تحب شنو؟ وصف الخنتيله جمال تايوج ما في مثيل. طوالي هتدينا منها مقطع كده سريع جدا. يا وصف الخنتيله جمال تاجوج الما في مسيلة، وهاك يا زميل. يا سلام يا سلام، لا لا حق. طيب رماز يعني تنطرب بالصوت. رماز إن شاء الله أمنياتك وأحلامك، وإنت يا داب بتتلمسي طريق في فن الغناء الشعبي بصورة عامة أو في أغنيات الحقيبة، شنو اللي بتحلمي به وشنو اللي بتتمني من الطريق ده؟ لا إن شاء الله بتمنى بس ربنا يوفقني إن شاء الله. وأبوكي معك إن شاء الله، دعمك وساندك إن شاء الله يا رب. أمنياتك لرماز. الله يبارك فيك، جزاك الله خير، فرصة سعيدة وإن شاء الله ربنا يوفقها. شكرا لك كثير أستاذ ياسر. الله يسلمك. والله رماز إن شاء الله بنتمنى نشوفك في مساحات عالمية أكثر من إنها تكون محلية أو إقليمية. شكرا لك. تسلم إن شاء الله. تحية لك. تحية لكم كمان متابعينا، لسه مستمرين ما تمشوا بعيد.
جديد بنحييكم ولسه مستمرين معاكم من خلال هذه المساحة. بنسعد بأنه نلتقي مع الأستاذ مرتضى شلال، عضو في الاتحاد. أهلا بك أستاذ مرتضى. أهلا وسهلا، برحب بغلاة الشروق وبشكرهم على اهتمامهم بالحراك الثقافي الدائر في البلاد، زي ما عودونا دائما أنه نحضر دائما في كل الفعاليات في السودان. مرتضى طبعا يعني الناس عموما هم اللي بيجوا بنستضيفهم بيكونوا فنانين، لكن انت بتحب الغنى وبتقدمه كثير في منابر وفي مساحات كثيره، الاختلاف اللي لاقاك شنو ما بين زمان والان؟ الاختلاف في داخل اتحاد فن الغناء الشعبي، ملاحظ انه في اعمار بدات تتوافد على الاتحاد زمان ما كانت موجوده. يعني كان في اعمار معينه هي اللي بتهتم بالغنى الشعبي، بتهتم بالاغنيات القديمه اللي هي اساس لكل الاغنيات بتاعت الحاضر. حاليا لو اتجولت في الدار بتلقي في اعمار صغيره، يعني زمان في الاول كان اعمار كلها معظمها كبيره، هم الناس اللي قاموا الرعيل اللي قام على الاغنيات الشعبيه. حاليا الحاجه دي توارثت، يعني في اعمار صغيره توافدت على الاتحاد وبقت حضور بصوره دائمه. يعني الشيء الملاحظ الثاني، حتى على المستوى الفنانين ذاتهم نفسهم بدا اهتمام من جانب الشباب بالاغنيه الشعبيه، بدوا يقدموها بصوره كبيره وبصوره مجوده واجمل. يعني يمكن القراءات بتختلف مش بس في مسرح اتحاد فن الغناء الشعبي، حتى في مسرح المجتمع ككل. ممكن اقول انه الغنى غنى الحقيبه انتشر بصوره كبيره بين الشباب وبين الفئات المختلفه، حتى اصبح في المناسبات موجود. ايوه اكيد اكيد، الملاحظ انه حتى في المناسبات العامه في المجتمع بقى شيء اساسي ضروري، يعني بنلاحظ في القدومات في المناسبات، حتى الحفلات بتاعت زواج البنات، يعني حنة البنات بيكون معظمها برضه دخل فيها الفن الشعبي الغنى الشعبي، بيتواجد بصوره كبيره ومنتشر في المجتمع. عايزينك تدينا يعني مساحة أخيرة لكل الناس اللي بتحبه، من زاوية أنه أنت محب للغناء الشعبي ومن زاوية أنك أنت قديم شديد في الموضوع ده. يعني ما شديد طبعا باعتبار أنك أنت من الشباب ومن جيل الشباب، لكن قديم في محبة الحقيبة بصورة عامة وفي محبة فن الغناء الشعبي، بتقول شنو للي بتابع الفن ده تحديدا؟ والله رسالة لهم أنه يحاولوا حافظوا عليه في الفترة اللي احنا فيها هسه حاليا، الظاهر يعني في كثير من الاهتمام بتاع الشباب في معظمهم، يعني مايل على اغنيات ما دارين نتكلم عن الناس وما دارين نحمي نفسنا فيها. هو اساس الاغنية في السودان، اغنية الوسط تحديدا اساس لكل الاغنيات الحديثة، اغنيات الفن الشعبي والغناء الشعبي. الله. شكرا لك كثير مرتضى، شكرا لجميل حضورك من خلال المساحة. شكرا لك، شكرا لقناة الشروق، وشكرا لكل الغايمين على مر الاتحاد من لجنة فنية ولجنة تنفيذية اللي قاعدين يجتهدوا في غيام الأمسيات دي ومواظبين عليها. لكم كمان متابعينا تحية، ونحن حنخليكم في الفاصل الثاني وأكيد في فاصل ثالث من خلال الفنانين الموجودين معنا لهذه الليلة المختلفة والمتميزة، ليلة أم درمانية أخرى نعيشها من خلال ليالي الحقيبة. خليكم قراب. Thank you.
الصبح البديع. قول يا حمام يا حمام اسمعني الحان الربيع الربيع. We'll be right back.
ألو
حلال المدين. ساعة الديول تشبك اللفة يطعير كشاجي
يا ليلى فرح بالوقت يا ليلى نزار نزار يا ليلى فرح بالوقت يا ليلى في منام عيني الظلم
شن اسوي المحبوب ظلم يا حبيبي زاد الالم ضيق خيالك ضيع غدا الم يا حبيبي زاد الالم Oh,
يطعن وبالفرقة نايشة بيقطعن عريس صغار Yeah.
نظرة نظرة يا من جديد بنرحب بكم متابعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا، عاطر التحايا لكم وانتم بتابعونا من خلال هذه المساحة الاستثنائية. وزي ما تم تقديمه كفنان من الفنانين المميزين اللي تغنوا لمختلف فنانية الحقيبة واللي تميزوا بصوت غنائي متفرد ومتميز، احنا بنرحب بهم من خلال المساحة دي. مرحبا بك عبد الله عز الدين ومنورنا الليلة. اهلين، مرحبا والله يا استاذة، كيف احوالك؟ والله انا سعيد بالاطلالة الجميلة دي، وسعيد اكون في قناة الشروق، يعني القناة الفتية زي ما بيقولوا، هي يعني عندها جمهور زواق، وكمان البرنامج ده برنامج عنده اقبال جماهيري ما عادي، يعني برنامج البرامج اللي بتكون لايف دائما بتكون حلوه، فالله يديك العافيه والله. خلينا نقول يعني انه معظم الفنانين اللي بيكونوا متواجدين في الحيز المكاني لولايه الخرطوم هم بيكون عندهم يعني حبهم للغناء الشعبي حب متميز، لكن الاميز من كده انه انت بتجيها من الحصحيصه، فخلينا نتكلم عن رحله الفن ورحله المشوار والحصحيصه الحاضره من خلال اغنيات الحقيبه. والله انا طبعا بجي من ود التراب، هي كاملين الحصحيصه هي كلها الجزيره طبعا. والله نحن بنعشق اغنيات الحقيبه، وهسي بقت في فرق كثيره جدا، يعني فرق شعبيه، وده كلام جميل، يعني ده بينهي زي ما قال اخونا الدكتور قبل شويه، ده بينهي الاغنيات الساقطه، يعني الاغنيات اللي بقت رايجه اكثر من اغنيات الحقيبه بتمسح منها جزء من الكلام ده. اغنيات الحقيبه اغنيات رصينه ما في شك. يعني انا بتذكر في اخونا احمد العربي ربنا يديه الصحه والعافيه، كان عنده برنامج خلاص الحواري، برنامج شهير جدا جدا، يعني هو نفس برنامج كندا. حسي والله البرنامج ده انا بتمنى انه يستمر، وأغنية الحقيبة تلقى يعني مساحتها. مستمر بكم أكيد وبوجودكم في الساحة. أنا عاوزك يا أستاذ عبد الله يعني تورينا عن إنه كيف الحصحيصة باعتبار إنها هي واحدة من الولايات اللي بتتذوق الفن بصورة عامة، كيف الحضور، كيف الإقبال، كيف الجماهير، المنتديات والمساحات الفنية عموما اللي بتقام، هل بذات الكثافة اللي بتكون موجودة في ولاية الخرطوم؟ والله ما بذات الكثافه، يعني هسه في الخرطوم الناس بقت طبعا المنتديات بقت منتديات تجاريه اغلبها، يعني الاغلبيه ما كل المنتديات، لكن الحصحيصه فيها ليالي، فيها منتدى شهري بيكون قايم، يعني فيه حضور كثيف جدا جدا. الكاملين كذلك في فكره، احنا عندنا فكره قيام منتدى في دار الرابطه ان شاء الله، حيكون برضه نصف شهري او شهري. فالمنتديات هي الحراك الثقافي عموما مطلوب، يعني خصوصا في الوضع الحالي، يعني الناس دايره حاجه تفرق عليها. يعني الليله موعودين بيننا نسمع شنو؟ والله جزء من اغنيات الحقيبه الجميله، يعني انا دائما بحب يعني الاغنيات الكبيره، يعني احاول يا ريت نقدر نرضي الجمهور القاعد في البرد ده ونقدم حاجة. مستعدين يعني؟ جاهزين ان شاء الله. خلينا مع بعض نتابع المساحه الجايه ان شاء الله في واحده من احلى واجمل اغنيات الحقيبه اللي حنسمعها من خلال المساحه القادمه. نتابع. بنحييكم وفي حضرتنا الكان موجود من خلال الصوت الصادح في المساحة الماضية الفنان محمد عمر. يا أخي أبدعت أول حاجة، الله يبارك فيك، الله يديك العافية، طربت ثنايا المكان ترى، الله يديك العافية، الله يكرمك يا أخي، إن شاء الله دائما. من إجازة الصوت واختيار الأصوات وكيف أنه بيتم اختياره، أنا عاوز أتكلم معك في حاجة محددة يا أستاذ محمد، في أنه زمان كانت إجازة الأصوات صعبة،
هل هي بذات الصعوبة الآن ولا الناس اتساهلت نتيجة لأنه في فنانين كتار، المساحة الساحة بقت مليانة، انتشر الغنى بصورة كبيرة، بقت ما في صعوبة إنه يختاروا عشان المساحة والمنبر واحد الإذاعة السودانية بس؟ أنا مداك زي ما قلت، يعني قلت إنه الآن يعني الشباب كلهم الحمد لله متعلمين، يعني النت ما خلى حاجة كويس، يعني حتى الأصوات بقت معروفة بالنسبة لهم، منو ممكن يغني ومنو ما ممكن يغني. لكن في زمن من الأزمان كانت المسألة دي صعبة، لأنه الاختيار بتاعها بيتم على حسب يعني أكاديميات شديدة جدا جدا، والناس ما كانت عندها عنها فكرة، يعني ما كان في نت، ما كان في إعلام عشان يوضح الحاجات دي، حتى ما كان في معاهد عشان تعلم، يمكن ما عدا المعهد العالي للموسيقى والمسرح، والوصول له كان صعب شوية. فهسه الناس مثقفه ثقافه عاليه من الناحيه الموسيقيه، حتى المستمع ذاته بقى يعرف انه منو ممكن يغني ومنو ما ممكن يغني. يشارك معاكم في الخيار. ايوه طبعا طبعا. من اجازه الصوت واختياره لاختيار الاغنيات، محمد عمر كيف بيختار اغنياته بذات الجمال ده يعني؟ والله انا صراحه يعني في شخصيه لها فضل كبير علي، يعني استاذنا الراحل سيد خليفه رحمه الله عليه، يعني انا والله باكن له، هو يعني معزه كبيره جدا جدا. أنا في فترة من الفترات أقمت في القاهرة، ويمكن تكون هي دي آخر أيام لأستاذنا سيد خليفة، يعني فكنت بشتغل عود في الوقت ذاك، يعني كنت بعزف على آلة العود، كنت بصاحبه في الجلسات الخفيفة خفيفة، فهو دفعني لأنه أنا أغني. برضو عندنا أستاذنا الفرجوني، أحمد الفرجوني، واحد من الناس برضو اللي أنا كنت شغال معاه، وهو دفعني برضو للغناء. يعني من هنا أنا ذكرت أنه ممكن الزول يكون صوته جميل وممكن يغني. يعني إحنا بنحيي كل الحيين وبنترحم على كل التوفي، شكرا جزيلا لك. الله يبارك فيك، الله يديك العافية. نحن هنخليكم متابعين وين ما كنتم مع الفاصل الأخير من ليالي الحقيبة. قلت لك طلي وحيي لو أمكن، قلت ليلى لو في الربيع أحسن يا تاسع سلام. قلت لك طلي وحيي لو أمكن، قلت ليلى في الربيع أحسن يا تاسع سلام. زهرة
اخضع لك الفرسان يا ذل الفخار والطول ارحم Yeah.
Yeah.
شكرا شكرا جزيلا. شكرا وتقدير لكل الفنانين اللي كانوا موجودين معنا من خلال ليالي الحقيبة لهذه الليلة المتميزة اللي تميزوا فيها بأصوات مختلفة وأصوات متميزة. لهم تحية، كمان لكم تحية والتقدير لكل متابعينا ومشاهدينا وين ما كانوا من خلال هذا البث المباشر. تحياتي وتحيات فريق العمل، حنلتقيكم إن شاء الله السبت القادم بالتأكيد مع فنانين ومع تيم آخر. في أمان الله.